عودة لكم من جديد متابعي صباح السودانية في كل مكان، وتحية لكل الذين انضموا لمتابعة البث الحي عبر إذاعة السودانية 24 على الموجة 93.6 FM، أيضا كذلك لكل من يتابعون اللايف ستريم على الفيسبوك. مرحبا بكم من جديد، والحديث في هذه المساحة حول جروب بيست فريند من أكثر من 3 سنين. الجروب نشط في أنه يقدم يوم ترفيهي وصحي لأطفال متلازمة داون بمجموعة من المساعدات النفسية والصحية والعينية أيضا كذلك. متابع الفيديو الخاص بالجروب والاحتفالات المتكررة من خلال 3 سنوات، من ثم نعود من جديد. متابع حاجات براو كتير، بس في رعاية ذاتية على خفيف ممكن يساعد المعلم. بنشتغل معاهم شغل بتاع القدرات، تنمية المهارات، على الرسم، كيف يمسكوا القلم، دي كلها حاجات مبدئين بنشتغلها معاهم. بعدها بتتطور الحاجات للحروف والأرقام والتقاطب والحاجات دي. مساعدة إمكانيات عالية جدا، وفعلا هم طاقة وليس إعاقة. عملنا مشاركات كثيرة من السودان، مشينا مصر، شاركنا في المنطقة الأول في الفئة الخاصة أولادنا، حاجة ثانية شاركنا في الأولمبياد الخاصة، هنا طلبت اسم مساعدة حصلت على الميدالية الذهبية الأولى للسودان 2017، شاركنا في تونس في الملتقى الثقافي السابق. هم عطاونا من نتيجتنا كل يوم، اتعلمنا منهم حاجات كثيرة جدا، تعلمنا من الصبر، تعلمنا منهم المسابرة، تعلمنا منهم الكفاح، تعلمنا منهم طولة البال، وخلونا نعيش في المجتمع ونكون مبسوطين جدا جدا، ودي أحلى حاجة بالنسبة لنا. مشينا المركز الفاروق ودربنا الأطفال ودعمنا معهم تعامل حلو. الأطفال حيشاركوا لنا بمسرحيات، حيشاركوا بأغاني، برقصات للوطن، حيشاركوا بحاجات جميلة. الداون سيندروم زي ما معروفين كثير لبعض الناس، هم أطفال فائقي الذكاء قادرين، كل المشكلة إنه عندهم خلل في الكروموزوم، يعني حاجة طبيعية خلق رباني. عملنا المبادرة للمرة الثانية بالتعاون مع مركز الفاروق، هم ما قصروا معانا والله العظيم. جينا الأطفال ديل من قبل شهر لإعداد المبادرة، عملنا معاهم بروفات عشان نقدم مادة يوم الاحتفال عشان نثبتوا
للمجتمع إنه إحنا قادرين نتعايش، قادرين نقدم حاجة داخل نحنا هدفنا زي ما قلت لك التوعية. وإن شاء الله في احتفالية حتكون كبيرة يوم 27 في صالة غرطبة، الناس تجي وتشوف الحاصل إن شاء الله رب العالمين. وزي ما قلنا لكم هنثبت للناس إنه الداون طاقة ليست عارة. ليه اخترنا داون تحديدا؟ لأنه نحن في 2016 كان عملنا مبادرة عن متلازمة داون ولقينا من استحسان، والدليل على كده إنه السنة في إقبال كبير من الأسر إنهم جابوا أطفال ومشاركوا معانا في المبادرة دي. شفنا مجموعة من الورش اللي بتقام كان في الأيام السابقة لجروب بيست فريند، عشان ما يقدروا الشباب الليلة في أطفال داون إنه يقدموا جزء من الأعمال دي في صالة قرطبة اليوم الساعة 12 إن شاء الله، احتفال لجروب بيست فريند. أسعد جدا بالترحيب بمدير الجروب الأستاذ مصعب التوم، مدير المجموعة. مرحب بك وصباح الخير. مرحبا عمار، مرحبا غنى السودانية، مرحب كثير. مرحب بك. نحن شفنا اللقطات دي يمكن اليوم وهم بيتجهزوا بيتدربوا على اساس ما انه اليوم يقدموا عروض مختلفة. نعم. جدا. ومن ثلاث سنين انتم شغالين. نعم. على اليوم الترفيهي، المسرح، الغناء، الرقيص، اشياء كثيرة جدا بالتاكيد بتسهم في انه والله الروح المعنوية تكون عالية. نعم. انا حتكلم عن اطفال متلازمة داون كواحدة من الحياة الجميلة في المجتمع. اللي هي شريحة محتاجة للدعم المعنوي أكثر، محتاجة لجانب توعوي للمجتمع نفسه، جانب توعوي للأسر لأنها هي بتعزل أطفالها. واحدة من اهتمامات مجموعة بيست فريند، ويوم 27 أكتوبر هو يوم مميز بالنسبة اليوم لمجموعة بيست فريند. اليوم العالمي لمتلازمة داون هو يوم 21 مارس، جاي برضو من هو انقسام في خلية 21 في الصبغية الثالثة. فجأة في الحاجة دي بتوري انه متلازمة داون هم 47 كروموزوم بيختلف من الانسان السليم. انا بصراحة صحيح. دخلت في حاجة ما حقتي. صحيح. كويس. لكن معلومات برضو بنحتاج أيوة. نتعرف عليها عشان ما الواحد يكون عارف. جميل. اصل الحاجة. أيوة. طيب الجروب من ثلاث سنين شغال على انه يقدم ايام ترفيهية لاطفال متلازمة داون بمصاحبة الاسر، بمصاحبة المسرح، الغناء، الرقص وحياة كثير مهمة. نعم. ومفيدة للشباب. برضو دور الجروب في انه الحياة دي تكون مستمرة من عام لعام ويقدموا حياة جديدة يعني. نعم. نحن يعني كل سنة بنعمل مبادرة لمتلازمة داون على اساس انهم نقدر نلفت المجتمع للشريحة دي، شريحة اطفال متلازمة داون. نحن استفدنا من السوشيال ميديا. جروب بيست فريند بيضم 75,000 عضو. لما نجي للمبادرة كل الشباب هم يعني أصحاب رسالة توعوية، أصحاب رسالة مجتمعية، كلهم بيقوموا ببوستات توعوية عن متلازمة داون من ناحية علمية، من ناحية جينتك، من ناحية كده، فبغيروا بروفايلاتهم كلهم بصورة متلازمة داون اللي هو اللي حدث الليلة. نحن شغالين لنا شهر ونص على أساس إنه نلفت انتباه الناس للشريحة دي، أو نحن الدال على الخير وكفاعله. اتعاملنا مع واحد من المراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الفاروق لذوي الاحتياجات الخاصة، وجدنا التعاون التام من المركز. ودينا مجموعة من الشباب مش لهم في مركز الفاروق، من شباب بيست فريند الفنانين، الناس اللي فعندهم أعمالهم، الناس الناس مركز الفاروق عندهم أعمال فازوا بيها في مهرجان في تونس وفي دبي في الإمارات. الأعمال دي إن شاء الله من خلال البرنامج الليلة اليوم الترفيهي التوعوي لأطفال متلازمة داون بتاع مركز الفاروق اللي حيكون في صالة غرطبة. طيب كويس. تمام. اليوم حيكون في الاحتفال بالتأكيد. نعم. لكن خلينا نرجع شوية، اهتمامكم بمواهب الأطفال متلازمة داون بيعكس برضو قدر شنو والله أنتم شباب واعي. نعم. في إنه الأطفال اللي عندهم مواهب ممكن. نعم. يمثلوا السودان. نعم. في نماذج كثيرة جدا شوفنا، ممكن بيل شوفنا محمود. نعم. في حتات كثيرة. نعم. وشوفنا مجموعة كانت برضو من الأطفال كانوا في تونس، كانوا. نعم. في المغرب. نعم. كانوا في الإمارات. بينهم كانت سارة.
نعم. وأحرزت المركز الثالث كانت في الأولمبياد. نعم. في الإمارات حققت نجاح كبير جدا، وكنا بننبسط لما نشوف صورها والتفاعل معها. نعم. وهي حاسة جاية علينا، تعالي يا سارة تعالي بجاي زيك. كيف أخبارك؟ صباح الخير. تفضل أنت أقعدي هنا. يلا سلم عليها سارة. يلا تفضلي. نعم. أقعدي. كيف أخبارك؟ تمام. سارة طبعا شاركت في الإمارات في الأولمبياد. نعم. وجابت لنا الكاس الغالي ده، ونحن سعيدين جدا وفرحانين شديد انك جبت الكاس ده يا سارة. سارة دي عداء يا اخي ما شاء الله عليها. صح صح يا سارة. يا سلام يا سلام عليك. مبسوطة بالكاس والحاجات دي يا سارة؟ مبسوطة شديد. الميداليات كمان، والميداليات واللبسة السمحة اللي بتمثل دائما الناس الرياضة في كل مكان. وسارة حتواصلي اكثر واكثر واكثر وحتمشي لقدام، بكرة حنشوف سارة عداء كبيرة وبطلة كبيرة ان شاء الله. قول يا رب. يا رب. يا سلام يا رب. والناس تقف مع سارة يا جماعة، وتتمنى لها إنها دائما تتوفق وتمشي لقدام وتدعمها بكل سمح بكل جميل. رأيك شنو مصعب؟ إنه نقدم برضو رسائل للناس إنه نهتم بالمواهب الزي دي. نهتم. دي رسالة أستاذ عمار، دي رسالة للمجتمع إنهم ديل طاغة ليست إعاقة، وليس ديل مختلفون ليس متخلفون، ديل هم يعني قادرين يندمجوا في المجتمع، قادرين يتفاعلوا في المجتمع، قادرين يقدموا ناس جميلين جدا جدا. يا ريت المجتمع يقدر يتقبلهم، يا ريت الأمهات تقدر ما تعزلهم ما تخجل منهم. أنا مفتخر بها. صح سارة؟ ذولا عسل زي دي يا أستاذ. يا سلام. ونحن برضو بنفتخر بها، وناس كثيرة جدا انبسطت بيسارة وكتبت لها حاجات سمحة. يعني الدوج شهادة بتاع التقدير الاتحاد القومي للإعاقة الفكرية بيقول إنه شهادة إنجاز للاعبة سارة فتح العليم أحمد علي للنجاح، وناس يقدرون معناه والإبداع، وناس يحصدونه لدى مقدر جهودك، فأنت أهل الشكر والتقدير. يا سلام، حاجة تبسط لما ندوك شهادة ودوك حاجة ترفع معنوياتك. صح؟ أنت مبسوطة. يا سلام على الابتسامة الجميلة. يا سلام عليك. برضو في جروبات كثيرة تفعلت معك. صح؟ ويعني سفارة جمهورية السودان في أبوظبي، تتقدم سفارة جمهورية السودان في أبوظبي بخالص الشكر والعرفان للسيدة أو الشابة سارة فتح العليم أحمد. برضو أديك شهادة التقدير، ومبسوطين جدا إنك حققتي إنجاز كبير. برضو مجموعة من الجروبات، رابطة الهلال والمريخ. نعم. في أبوظبي، أهل الهلال في أبوظبي، رابطة المريخ في أبوظبي. برضو بنحيي التفاعل المجتمعي الكبير جماعة مع الشباب ديل. وزي ما قلنا قبل إنه لو عايز تشوف النقاء والصفاء والمحبة والسرور والخير والعافية، شوف الجماعة ديل وشوفوا الناس ديل بقدر ما هم بيقدموا، بقدر ما هم بيحسسوك والله إنه الدنيا لسه بخير، وإنه نحن لسه مبسوطين في الدنيا، وإنه ما في مشاكل كثيرة. سارة أنا سعيد جدا إن كنت معنا الليلة، وده كرسي الموزيع دائما. عايز تقولي حاجة للكاميرا ولا حاجة كده؟ نقول مع السلامة. أريم البصمة كبيرة، الناس بصمت برا. البصمة دي معناها الدنيا كويسة. صح؟ أيوة. يا سلام يا سلام عليك يا سارة. يا سلام مصعب، أنا سعيد جدا معك باللقاء ده، وبمجموعة بيست فريند، وبسولاف برضو كانت معنا قبل، وبمحمود بالتأكيد نورنا كثير. ودائما أشرحوا صدوركم للناس السامحين زي ديل زي سارة وزي أخوانا، وهم كتار جدا في الحياة، بوروك إنه والله مهما كانت الحياة صعبة، لا الابتسامة على محياهم دائما وعلى محيا سارة ومحمود وكثير من الناس زيهم بالتأكيد تشرح صدرك، لأنه والله تتقدم في الحياة وتمشي لقدام. شكرا كثير لك يا سارة، شكرا لك مصعب، شكرا لتيم إعداد صباحات سودانية اليوم، والحلقة اللي خصصناها بالتأكيد لأطفال متلازمة داون. غدا اللقاء جديد في صباحات أخضر كما اليوم كان أخضر بالتأكيد، وكل الأيام خضراء بخضرار النماء والصفاء والنقاء. حتى يوم التقدمتم دائما في أمان الله. مع السلامة.